بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله في المحاضرة الثالثة من محاضرات الفيروسات الطبية بعنوان الفيرال ريبليكيشن. الفيرال ريبليكيشن، شنو المقصود بالفيرال ريبليكيشن؟ الفيرال ريبليكيشن هو the formation of biological viruses during the infection process and the target host cells. هي عملية تشكيل فيروسات بيولوجية خلال عملية العدوى في الخلايا المضيفة المستهدفة. By generating abundant copies عن طريق توليد نسخ وفيرة من الجينوم and packaging these copies into viruses وتعبئة هذه النسخ إلى داخل الفيروسات. الفيروسات بهذه الطريقة راح تكون أبل قادرة to continue infecting new hosts على إصابة مضائف جديدة باستمرار. الـ replication between viruses is greatly varied and depends on the type of genes. عملية التضاعف راح تكون مختلفة بين الفيروسات بشكل كبير، وهذا الشيء راح يعتمد على نوع الجينات التي تطور في تلك الفيروسات أو الموجودة في تلك الفيروسات. بشكل عام most DNA viruses أغلب الفيروسات الـ DNA، احنا قلنا بذيك المحاضرة أن الفيروسات نوعين DNA viruses and RNA viruses. فيروسات DNA وأكو فيروسات الـ RNA. فيروسات الـ DNA هي الفيروسات التي مادتها الوراثية عبارة عن DNA. الفيروسات الـ RNA هي أن المادة الوراثية مالتها عبارة عن RNA فقط. هو هذا الاختلاف الرئيسي بين البكتيريا والفيروسات، حيث أن البكتيريا المادة الوراثية مالتها عبارة عن DNA زائد RNA، أما الفيروسات فهي أما أن تحتوي على DNA فقط أو أن تحتوي على RNA فقط، وليس كلاهما سويا. بشكل عام عندنا الـ DNA viruses، الفيروسات الـ DNA assemble in the nucleus، وين راح تتجمع؟ راح تتجمع في نواة الخلية المضيفة. While most RNA viruses developed solely in the cytoplasm، لكن أغلب الفيروسات الـ RNA راح تتجمع وين؟ تتجمع في السيتوبلازم. The genome of RNA or DNA viruses existed in considerable variety of size and shapes from small molecules of single stranded RNA or DNA to a large double stranded molecules that may be linear or circular. الجينوم الفيرال جينوم إن كان RNA أو DNA راح يكون موجود بأشكال وأحجام مختلفة من جزيئات صغيرة ذات أشرطة RNA أو DNA مفردة إلى جزيئات ذات أشرطة مزدوجة كبيرة ذات ميبيل قد تكون لاينر أو سيركولار، قد يكون شكلها خطي أو يكون الشكل مالتها سيركولار دائري. Whatever their physical nature, viral RNA or DNA molecules must be replicated efficiently within infected cell. على أي حال إنه الجزيئات الـ DNA أو الـ RNA الفيروسية يجب أن تتضاعف داخل الخلايا المصابة، وبعد ذلك راح تتطور إلى تتطور المادة الوراثية وتتجمع داخل التراكيب الهيكلية للفيروس اللي هي الفيريونات. عندنا ملاحظة تقول إنه ليست كل العدوى أو ليست كل خلية مصابة بفيروسات to new progeny virus تؤدي إلى إنتاج فيروسات معدية. Production infections occur in permissive cells and result in the production of infectious virus.
إنتاج الفيروسات المعدية لازم يحدث فيه الخلايا المناسبة، وأيضا ينتج وهذا الشيء راح يسبب لنا إنتاج الفيروسات المعدية. لكن عندنا الابورتيف انفكشنز، إذا كانت إصابة الفيروس للخلية المضيفة فاشلة، فهذا يؤدي إلى إنتاج أو يؤدي إلى الفشل في إنتاج الانفكشنز بروجني، إلى الفشل في إنتاج الفيروسات المعدية. وهذا راح يعود إلى عدة أسباب. السبب الأول هو إنه قد تكون السيل الهوست سيل الخلية المضيفة maybe non permissive، قد تكون غير مناسبة and unable to support the expression of all viral genes. يعني شنو تكون غير مناسبة؟ أي إنها تكون غير داعمة لتعبير الجينات الفيروسية. Or because the infecting virus أو قد تكون الفيروسات المعدية defective. يعني شنو defective؟ يعني تكون lacking some functional viral gene، قد تكون فاقدة إلى بعض الجينات الفيروسية الوظيفية. اللي عندنا latent infection may may with the pre-existence of of viral genome. The expression of no or few viral gene on the survival of infected infected cell. فهذا يؤدي إلى تعبير عن جينات فيروسية قليلة، وأيضا بقاء الخلية مصابة. So the pattern of replication may vary for given virus and depending on the types of host cell infected. وهذا راح يعتمد على نوع الخلية المصاب. يعني ليست كل خلية مصابة بفيروس تؤدي إلى إنتاج فيروسات، حيث أن هنالك عدة أسباب تخص هذا الغرض. فقد قلنا قد تكون الخلية نان بيرمسيف، قد تكون غير مناسبة. يعني شنو غير مناسبة؟ يعني أنا أبل تو سبورت ذا أكسبري، يعني ما تقدر غير قادرة على دعم تعبير الجينات الفيروسية. أو قد تكون الفيروسات المعدية ديفكتيف، يعني lacking some functional viral gene، يعني فاقدة إلى الجين الفيروسي الوظيفي. الفيرال جينومز contain information، يعني الجينوم الفيروسي يحتوي على معلومات. هاي المعلومات بيش راح تفيدنا؟ تفيدنا أولا بـ ensure replication of viral genomes، في ضمان تضاعف الجينوم الفيروسي. تاني ensures backing of genomes into virions، تضمن تعبئة الجينوم الفيروسي إلى داخل الفيريونات. كذلك هاي المعلومات الموجودة في الفيرال جينومز راح تخلي الفيروس يتعرف على structure and function of the host cell، على وظيفة وتركيب الخلية المضيفة. الآن ننتقل إلى الفيروس ريبليكيشن استراتيجي، ننتقل إلى استراتيجيات التضاعف الفيروس. شنو استراتيجيات تضاعف الفيروس؟ أو ليش الفيروس لازم يتضاعف؟ The virus needs to make mRNA. أو ليش الفيروس يحتاج إلى خلية المضيفة، خلية يعني خلية حية أخرى؟ ليش ما هو يعني من نفسه يقدر يتضاعف؟ أول شيء الفيروس راح يحتاج إلى الخلية المضيفة لكي ميك ام ار ان اي، لكي يصنع الام ار ان اي، اللي هو ليس له القدرة على صناعة الام ار ان اي، لان هو فاقد الى الترانزليشن ميشنري، فاقد الى ميكانيكية الترجمة.
لذلك فالفيروس needs to make mRNA that can be translated into protein. يحتاج إلى صنع شريط mRNA الذي translated يمكن أن تتم ترجمته إلى بروتين by the host cell translation machinery بواسطة ميكانيكية ترجمة الخلية المضيفة. لذلك هو راح يحتاج إلى خلية مضيفة. ثانيا the virus needs to replicate its genome. الفيروس يحتاج أن يضاعف مادته الوراثية. Host enzymes for mRNA synthesis and genome replication. لذلك فأنزيمات الخلية المضيفة راح تكون أو تساعد الفيروس في تخليق شريط الـ mRNA كذلك في تضاعف مادته الوراثية. نأتي الآن إلى المالتي ليستي أوف إنفكشن، إلى الإصابات المتعددة. Our understanding of the life cycle of viruses has been developed by studying virus infections. لكي نفهم دورة حياة الفيروسات يجب أن ندرس عدوى الفيروسات أو الإصابة الفيروسية تحت conditions ظروف معينة، مثل قد تكون في عملية نقدر ندرس هذا الشيء عن طريق cell cultures الخلايا المستنبتة becomes infected عن طريق إنه الخلايا المستنبتة نزرع فيها بعض الفيروسات المعينة وبعد ذلك نراقب مراحل تكاثر الفيروسات. فالفيروسات راح تتكاثر أو تتطور أو تتطور الإصابة مالتها أو العدوى مالتها بأربع مراحل. المرحلة الأولى هي الانيتايل فيس، بهاي المرحلة شنو راح يصير؟ راح يصير adsorption of virus، عملية امتزاز للفيروس. يعني شنو عملية امتزاز الفيروس؟ اللي هي اللي من خلال هذه العملية الفيروس راح يدخل إلى داخل الخلية المضيفة. المرحلة الثانية هي الإكليبس فيس، بهاي المرحلة no infections infectious virus can detect during this time. خلال هذه المرحلة الفيروسات المعدية لا يمكن ملاحظتها. Last for 10 to 11 to 12 hours the period during which the import virus becomes uncoated. يعني بعد 10 إلى 12 ساعة، بعد هاي الفترة أو خلال هذه الفترة الفيروس اللي راح يصبح uncoated. يعني شنو uncoated؟ راح تنفصل المادة الوراثية للفيروس عن البروتين كاوت، يعني اللي راح يدخل إلى داخل الخلية المضيفة هو فقط المادة الوراثية مالت الفيروس. المرحلة الثالثة هي synthetic phase، مرحلة تخليق. بهاي المرحلة starts around 12 hours، يعني هاي المرحلة راح تبدأ بعد 12 ساعة من عملية زراعة الفيروسات في الخلايا المستنبتة. Post infection during which a new virus particles are assembled. يعني بعد هذه الفترة أو خلال هذه الفترة الفيروسات أو جسيمات فيروسية جديدة راح تبدأ تتجمع. أما المرحلة الرابعة هي latent period. During this period production will reach maximum plateau level after 18 hours extracellular virus is detected. يعني بهاي المرحلة أولا إنتاج الفيروسات راح يصل إلى أعلى مستوياته، وأيضا الفيروسات راح تظهر خارج الخلايا المضيفة ويمكن ملاحظتها. الآن خلونا نشاهد الفيديو الذي راح يوضح عملية التكاثر الفيروسات. خلوية مجبرة على التطفل داخل الخلايا الحية، ولا يمكنها التكاثر إلا داخل كائن حي. توجد الفيروسات في كل الأنظمة البيئية، في التربة والماء والهواء. تصيب الفيروسات جميع الكائنات الحية،
من حيوانات ونباتات حتى إنها تصيب البكتيريا وتسمى. حجم البكتيريوفيج أصغر من حجم البكتيريا بحوالي 100 مرة، ولا يمكن رؤيتها إلا بالميكروسكوب الإلكتروني. البكتيريوفيج أو لاقمات البكتيريا هي فيروسات يحتوي أغلبها على المادة الوراثية DNA، ونادرا ما تحتوي على RNA. بشكل مثير للاهتمام، بار فضائي، حيث يتكون فيروس البكتيريوفيج من رأس يحتوي المادة الوراثية محاطة بغلاف بروتيني تصل بذيل حلزوني وذيل محوري. تكاثر البكتيريوفيج: يرتبط البكتيريوفيج بالخلية البكتيرية بواسطة تركيب يشبه المجسات مرتبط بالذيل، ثم يستخدم الفيج حركة تشبه الحقنة تحت الجلد ويحطم جزءا من غشاء الخلية البكتيرية ليحقن مادته الوراثية في الخلية ويترك الغلاف البروتيني فارغا خارج الخلية البكتيرية. ومن ثم مثل ما شاهدتوا عندنا البكتيريا فاجية، نوع من أنواع الفيروسات التي راح تصيب فقط البكتيريا. ومن الغلاف البروتيني ومن الذيل ثم يتم. إلى هنا تنتهي المحاضرة، وإذا عندكم أي سؤال اسألوني في التعليقات.